خليني قبل كل شيء بسألك من خلال خبرتك كيف شايف بطولة نيوم الشاطئية؟ لا بطولة كويسة جدا ومستوى كويس ودي بداية كويسة للسعودية اللي هي تخش لعبة كرة شاطئية وتخش بالمستوى ده، فتنظيم رائع، انضباط حاجة كويسة جدا، برافو عليكم ومتشكر جدا على التنظيم المحترم ده. بكرة في مباراة تجمعنا وتجمعكم واحد، احنا ما دايما مصر والسعودية واحد، يعني احنا ما دايما الخليج بالنسبة لمصر زي بيقولوا كده خط احمر دايما، دايما مصر بتحب دايما الخليج ودايما احنا مع بعض ونعتبر واحد ان شاء الله. خلينا نتكلم عن فنيا داخل الملعب، التصنيف يميل للمنتخب المصري، القوة والخبرة تميل للمنتخب المصري، لكن برضو ممكن يكون المنتخب السعودي عنصر مفاجأة. طبعا طبعا الكرة ملهاش مقاييس، الكرة ملهاش كبير زي ما بيقولوا، لو ما احترمتش اي فريق ودايما الكرة مفاجآت يعني، فدايما الملعب الماتش بكرة في الملعب، اللي هيأدي اللي هيجتهد هو اللي هيكسب ان شاء الله. المنتخب السعودي حصل على راحة يوم وانتم بدون راحة، ودي حقيقة، دي حقيقة طبعا، دي هتدي نقطة كويسة او ايجابية للمنتخب السعودي، فربنا يكرم ان شاء الله. لو تأهل المنتخب المصري عن مجموعة يعني حصل على المركز الاول، مين تبغى من المجموعة الثانية؟ لا الامارات فرقة محترمة وعمان فرقة محترمة، الاثنين فرقتين كويسين ودايما بنتقابل مع بعض، فلا ماتش كويس وماتش قوي جدا، الاثنين دولت هم ابطال اسيا يعتبر الامارات وعمان، اي حد هنقابله هيبقى ماتش قوي جدا يعني.